ان شاء الله. ان شاء الله يا عمرو هتكون ان شاء الله الواحد متفائل. لكن خلينا نتكلم شويه فنيا. فريق الرجاء فريق قوي، انها دور المجموعات كان متصدر مجموعته، عنده مدير فني قوي جدا، كان طبعا مدير فني في كاس العالم، راجل عارف بالظبط بيشتغل ازاي، عنده كمان عناصر جيده جدا بغض النظر عن الغيابات، ولكن فريق يحترم ما نخافش منه، ولكن فريق يحترم. انت شايف اهم نقاط قوه فريق الرجاء بكره هتكون ايه؟ بص يا كابتن، هو تملي على مدار السنين المغرب عندها حارس، ليبرو، ديفندر، فيرويد، تملي على مدار السنين عندهم الاسماء دي، يعني عندهم جمال حرقاس اللي هو الليبرو اللي هو قائد الفريق اللي بيتحرك، وعندهم روجير اهولو اللي هو الديفندر، ديفندر اللي هو بيلعب تحت الفراوده كمان، وعندهم حميد خبا، هو حمزه خبا ده الهداف بتاعهم اللي جاب 5 اهداف، هو هداف دوري الابطال، هو ابطال افريقيا. بص يا كابتن، الحرب النفسيه اللي احنا بنسمعها ان هم في الدوري حققوا 23 مباراه، كسب 9 وتعادل 8 وخسر 6 وهو رقم 5 في الدوري، ماليش دعوه. حقق التارجت الاعلى 17 هدف على مستوى المباريات، دخل احرز 17 هدف ودخل مباراه 3 اهداف. انا النادي الاهلي، انا مش بخاف من الحاجات دي. لعبنا على اولمبيك خريبكا ورجال بيضاوي، لعبنا مع اسماء كبيره، يمكن حضرتك تفتكر كان اشهر حاجه عندهم ليبرو روسي، بعد كده محمد القدميري، توفيق بلاغه، صحيح. عبد الكريم نزير، بصير صلاح الدين، الاسماء اللي طلعوا مع احمد بهجه، كل الاسماء دي عرفناها. بس كان عندهم كم، 11 لاعب جماعيه كلهم كويسين. احنا دلوقتي بنتكلم، يعني يمكن بتكلم انا وكابتن ماهر، زكريا الوردي، ماليش دعوه بزكريا الوردي بتاع الزمالك، زكريا الوردي اللي معاهم، عبد الحفيظ الالهي، انا عارف امكانيات الناس دي شكلها ايه، كورتهم شكلها ايه، عندهم لعيبه في نص الملعب. هم تملي بيحبوا يستحوذوا على الملعب عشان ياخدوا استحسان الجماهير، ان انا عندي بنق الكوره من رجل لرجل. النادي الاهلي بفكره وباداء لعيبته وبخبرات لعيبته بضغط من البدايه، بنهي الموضوع من بدري مهما كانت الاسماء، زي ما انا هفكر فيه اسماء تحترم ككل لاعب بيمسك حته معينه كخط ظهر بالنسبه للمتولي او لعبد المنعم او لرامي او لياسر، او طبعا رامي مصاب، لياسر كويس، الكلام كويس. زي ما انا بفكر فيه لازم اقنعه انه يفكر فيا كتير، يفكر فيا كتير، انا عندي حسين وعندي كهربا وعندي شريف وعندي حمدي وعندي السوليه، عندي حلول. الحلول دي تقلقه. منذر الكبير مدير فني محترم، انا بحترم كولر لاحترامه للفرق واحترامه للمدير الفني، وما بيديش حد اكتر من امكانياته. راجل انا لقبته بالثعلب المقار، مقص دار، بيعرف يفصل البدله كويسه قوي على لعيبه النادي الاهلي عن كل مباراه، بيعرف يشتغل ازاي، بيعرف من خلال ربع ساعه يقرا مجريات المباراه، نقاط الضعف ويتعامل بيها كويس جدا، ونقاط القوه بالنسبه له ويتعامل بيها هجوميا، ويعرف يحقق بيها التارجت المطلوب. طيب